جاهزة حاجة؟ جاهزة جاهزة جاهزة. مين؟ أمين. تمام، كلنا عندنا الصاحب. أيوة. تمام، اللي صوته بسم الله ما شاء الله أكبر يقرف الكلب جدا. تمام. ودول كتير قوي. صاحبك بقى اللي على طول مقتنع ان هو، او صاحبتك اللي هي مقتنعة ان صوتها حلو. تمام، انت بتعملي معاها ايه؟ يعني بعد هزه عشان يسكت. يسكت؟ لا، بيعلي صوته. ساعات كتير قوي بتغني مع الاغنيه، فالواحد لما بيغني مع الاغنيه بيقتنع اللي هو اقتناع تام ان هو صوته حلو. فانا بقول لها نطفي الاغنيه ونسمعك، انت احسن منها. عايزينك تكلمي صاحبتك البيست فريند بتاعتك اللي صوتها بسم الله ما شاء الله اكبر حاجه زي الزفت. تمام، ومقتنع ان صوتها حلو. ايش الكلام ده قبليها؟ الو، بقول لك ايه يا شركه؟ جات لك فرصتك انك تبيني موهبتك، ترفضيها؟ ازاي؟ عايزاكي تغني. عايزاكي تغني. اغني؟ اه. اي اغنيه تيجي على بالك كده حته صغيره؟ لا ما بعرفش اغني. لا عليكي، يلا ما احنا عندنا يعني مناسبه صح؟ ايوه. الضحكة دي كفيلة انها نقفل الحلقة. يلا يلا عشان خاطري بقى. يلا. طب مين؟ ده اول طلب ليا اشركت يا حبيبتي. والله ما يتعرض عليكي. انا لو بطلي رخامة بقى. يلا وعهد ربنا ما بعرفش. شوفي عهد ربنا. طب ما انا عارفة انك مش دندن دندن يا عارفة اللي هو ايه، حاجات كده بسيطة، مش بقولك كوبليه يعني. ولو حتى بعيد عني قلبي تمام. تعمل احنا اسفين، احنا اسفين بجد والله، ده احنا اتصلنا بيكي ما كناش نعرف ان صوتك بهذا السوء. كويس. قولي حاجة لصاحبتك بقى. اقول لنوسة حاجة، اقول انا بحبها قوي. ايوه، وان هي احلى حاجه ودايما واقفه جنبي، واختي الكبيره. ايوه، ربنا يخليها ليا. سلام، انا جسمي اشعر والله. ايه؟ انا عيطت من اللي انت بتقوليه ده. قولي حبيبتي. انت صديقه وفيه، يعني انت بتقولي عليها كلام حلو غير اللي هي بتقول عليكي من شويه. اصلا ما قالتش لا بيست فريند ولا اي حاجه خالص. فقيره. ايوه، مين بقى مين؟ اه انا بتاع البلالين. ميرسي جدا ليكي يا اشركه، تسلمي لي. ميرسي جدا، شكرا. باي 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 باي. فيلي 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 يعني بعد ليك وقت وده فيلي فيلي. يا سلام، بس عشان هنخلص معاك وهظبط معايا بقى اشوف الموضوع. احكي لنا بقى عن شعورك بقى لما نطلب منك انك تغني. اه لا، احنا اتفقناش على كده. غني حاجه بقى عشان نقفل. قمرين قمرين دول ولعانين، قلبي بيسألني عليك، أتريني بفكر فيك. ندخل بقى ري 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 ري. هكونا مطاطا، حكمة نغمها لذيذ، هكونا مطاطا، ارمي الماضي اللي يغيظ، ساو المستقبل، ادي كل التركيز. هذا هو البريد، أقبل سبيل، هكونا غني لي حاجة. نعم نعم. شو لي؟ عايز اسمع صوتي غني حاجة، اي اغنية بتحبيها. بصي غني اغنية تعبر عن احساسك بعد الدرس، اي كوبليه صغير، كلمتين. مين ايه؟ المفروض تكوني عارفاني. مين حضرتك؟ ازاي ما تعرفنيش؟ مين حضرتك؟ انا اسامة منير معاكي. والله مين بجد؟ اسامه منير يا اسماء. عارفه اسامه منير مين ولا مش عارفاني اصلا؟ بتاعه معانا اتصال تليفوني ونقول الو. قفلت السكه في وشي. اسامه منير. يلا بقى هتطلعي في التلفزيون. اسامه منير. ايوه. يلا غنوا حاجة. اسمها ايه؟
يا هلا يا هلا. سمعتك كنت بتقولي ما بتحبنيش يا هلا. احساسك ايه بقى لما تكوني بتكلمي اسامه منير ما يطلعش اسامه منير؟ احساسك ايه؟ هضلع وهقتل الاسري. ايه؟ هقتلها. هتقتليها؟ اه. ليه دي بتحبك والله. سمعت انك هتقدمي في ذا فويس السنه دي. اه بس الحقيقه انا مش فاضيه السنه دي، فهيبقى من الموسم اللي جاي ان شاء الله. ان شاء الله. عادي عاصي حلاني في البيت. كلهم كلهم بلا استثناء. عمرو دياب نفسه لا مؤاخذه يعني هيقعد في البيت. لا بقى. نعم؟ اطلعي بره بعد اللي قلتيه لعمي ده. اطلعي بره. ماشي ماشي.